الحرب ألغى الشمع على قطاع غزة، يمكن مشاهد تابعناها مع حضراتكم، كل العالم كله تابعها على مدار 49 يوم، مشاهد دامية ومشاهد صعبة جدا ان احنا نشاهدها، وخاصة مشاهد معاناة الأطفال وقتل الأطفال في قطاع غزة. الحقيقة تبان حتى انه الأسر مش بس عندنا في مصر، في العالم كله بتحاول انها توعي وتفهم أطفالها القضية الفلسطينية، بتحكي لهم الحكاية الحقيقية. ونتكلم بقى تحديدا في مصر، تابعنا فعلا أطفال كتير جدا بقت عايزة تعرف أكتر عن فلسطين، عايزة تعرف أكتر إيه اللي بيحصل في غزة، وعندهم شعور بالأخوة وبالحماس وبأن هم عايزين يساعدوا حتى الأطفال في قطاع غزة. وانطلاقا من هذا الدور، المجلس القومي للأمومة والطفولة أعلن عن إطلاق مبادرة أو مبادرة من طفل لطفل. هذه المبادرة معنية بتقديم مساعدات للأطفال في قطاع غزة، والمبادرة هتتوجه لكل المدارس على مستوى الجمهورية لجمع التبرعات لتجهيز المساعدات الإنسانية. خلينا نتعرف تفاصيل أكتر عن هذه المبادرة بصحبتنا الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة. صباح الخير يا دكتورة نيفين. صباح النور يا فندم. أهلا بحضرتك في صباح الخير يا مصر. ويعني من اسم المبادرة، من طفل لطفل، ماذا سيقدم الطفل المصري للطفل الفلسطيني؟ زي ما الأستاذة جمانة اتفضلت وقالت إنه هنعمل مبادرة في جميع المدارس إن كل طفل يقدم أي حاجة من فلوسه ومن حاجته للطفل في غزة، بس الأهم من ده إن الأطفال امبارح إحنا سمعنا صوتهم برسائلهم برسمتهم بتعبيرهم عن شعورهم وإحساسهم باللي حاصل في المنطقة، أولاً في إحساسهم بالأمان، بأهمية البيت، بأهمية الأسرة، بأهمية الدولة. الحمد لله اللي بيحمد ربنا عليه، وفي نفس الوقت دعمهم للأطفال اللي بيتعرضوا لظروف شديدة القسوة بتمنحهم من إن هم يستمتعوا بطفولتهم وبحياتهم. طيب دكتور، كان في فيلم تسجيلي تم عرضه امس في فعاليه حلمنا حقنا صوت الطفل، واللي بيستعرض معاناه اطفال غزه. كلمينا عن الفيلم ده، وكلمينا حتى عن المشاهد اللي تضمنها هذا الفيلم. الحقيقه احنا شفنا البنات والولاد في غزه وهم بيحكوا لنا حجم الماساه اللي هم عايشينها، اللي بيته اتهد وهو جواه وطلع منه، او اللي كان بره ورجع لقى ما لقاش بيته. وفي الاخر سمعنا منهم ايه امنياتهم وتمنياتهم، امنيه بسيطه جدا انه يرجع بيته. يمكن الرساله دي اثرت جدا، الفيلم ده اثر جدا في اطفالنا المصريين، وزي ما حضراتكم شفتوا احنا كان معانا مختلف الثقافات، اطفال من الصعيد، اطفال من العريش، اطفال من القاهره، من اسكندريه، قد كده الاطفال اتاثروا. طبعا غير ان هم بيتابعوا على وسائل التواصل الاجتماعي، انت عارفه العالم بقى مفتوح طبعا، تقدري تتعرفي على كل حاجه، قد كده هم اتاثروا بيهم زي ما كل العالم بيتاثر وزي ما كل الشعب المصري متاثر طبعا بالظروف دي. ونحاول ان احنا نبعت صوت الطفل من طفل لطفل علشان نعمل لهم حتى اولا دعم معنوي وبعد كده دعم لوجستي. صحيح، يعني بالتأكيد الطفل المصري عنده وعي شديد ومش محتاج أراهن عليه، لأنه هو بطبيعة الحال يعني دي كانت فرصة كمان للأسر المصرية أن هي تعرف الأجيال الجديدة القضية الفلسطينية بكل تفاصيلها، وهم يسألوا وإحنا نجاوب. لكن أنتوا كمجلس هتوعوا إزاي أطفال المدارس بأهمية هذه القضية، وهتعرفوهم إزاي يعني تفاصيلها من خلال وجودكم في هذه المبادرة؟ أنا بشكر حضرتك جدا على السؤال ده. حضرتك الطفل بقى فيه وعي طبعا بالأحداث اللي حاصلة، وطبعا زي ما الأستاذة جاسمين زكي امبارح في إدارتها للحوار امبارح قالت إن احنا بنشكر العائلات المصرية، يمكن الظروف خلت الأحداث دي تحصل، لكن في شريحة كبيرة قوي من الأطفال تعرف اي حاجه عن القضيه الفلسطينيه. اللي حصل ده ادى فرصه ان الاطفال تشوف بعينيها، والاسر تبتدي تشرح وتحكي الحكايه اللي بدت من 70 سنه. احنا دورنا في المجلس ان احنا زي ما قلنا امبارح ان احنا بندي فرصه ان احنا نسمع الاطفال، نسمع هما بيفكروا ازاي،
يديهم فرصه ان هم يعبروا عن نفسهم. المبادره دي جت منهم، الرسائل اللي هم قروها دي كانت رسائل اخواتهم، الرسائل اللي بعتوها دي الرسائل اللي فعلا الاطفال كتبوها بنفسهم. الفرصه انك تديهم فرصه ان هم يعبروا عن نفسهم ويحسوا ان صوتهم مسموع، ان اي مبادره هيطلعوا بيها حضرتك هتقدر تحققها لهم. وده اللي انا كنت طلبته من الحكومه المصريه او الساده الوزراء اللي شرفونا امبارح، ووزير التربية والتعليم، لأن تعرف المدارس الحكومية دي فيها أكثر من 25 مليون طفل، من 40% من الشعب المصري أطفال تحت 18 سنة، يعني حوالي 41 مليون منهم 25 جوه المدارس. إحنا بنتواصل معاهم جوه المدارس بداية بالمدارس لأن دي أكبر مكان فيه أطفال، إديناهم فرصة إن إحنا نسمعهم، دي مهمة قوي. ودورنا دلوقتي إن إحنا نساعدهم في تحقيق اللي هم المبادرات اللي هم بيقوموا بيها، لأن أنت لما هتحقق لهم أفكارهم هتبتدي تعمل لهم نوع من أنواع التمكين، إحساسه إن هو صوته مسموع، إحساسه إن رأيه أنت خدت بيه، أنت ابتديت تحقق له اللي هو بيفكر فيه، بيزود إحساس الانتماء للمجتمع وللدولة ولدوره وأهميته. الحقيقة تديني فرصة دلوقتي إن أنا أشكر فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن هو يعني زي ما السيدة السفيرة مشيرة خطابة قالت امبارح، هو بيراعي أو بيدي الدعم للحكومة من القيادة السياسية لإنفاذ كل البرامج والمبادرات والاستراتيجية اللي بتحقق المصلحة الفضلى للطفل، وإنفاذ لحقوق الطفل زي ما مكتوب في الدستور، زي الدستور المصري بتاعنا 2014 بينص عليه، وزي التشريعات الوطنية قانون الطفل والقوانين الأخرى والتشريعات الدولية. طيب دكتور فين، خليني أشارك مع حضرتك يعني تخوف الحقيقة كان عندنا من الجيل الجديد قبل ما يحدث في قطاع غزة. كان عندنا خوف أنه الجيل الجديد أنه هيعاني من فكرة ضياع الهوية، فكرة الانفتاح على العالم ومواقع التواصل الاجتماعي هتخلي أطفالنا إلى حد ما يبقاش عندهم وعي أو ما يبقوش مدركين أبعاد القضايا العربية. لكن الحقيقة أنه جت هذه الأزمة كاشفة، وأنه بالفعل أطفالنا لا عندهم مازال لسه عندهم الحمية ولسه عندهم فكرة الإنسانية والقومية العربية، لا يعني هي زي ما نقول إن هي فطرة فيهم وحابين يعرفوا أكتر، وبالفعل تفاعلوا بشكل كبير جدا مع أحداث قطاع غزة. سؤال حضرتك يا فندم، إيه اللي لاحظتيه في سلوك الجيل الجديد وحضرتك بتشوفي ردود فعلهم على ما يحدث في قطاع غزة؟ هل اهتمامهم وحماسهم متعلق فقط بما يحدث في قطاع غزة، أو هو حماس وقتي زي ما بنقول، ولا لا لسه عندهم يعني عندهم شغف يعرفوا أكتر عما يدور حواليهم؟ لا الحقيقة طبعا هو تحدي كبير، حضرتك بتقولي عليه ده تحدي كبير. يمكن اللي حصل في قطاع غزة كان حافز للأطفال إن هي تتفاعل مع الموقف وتطلع بيه، بس هقول لحضرتك إحنا على مدار الست أشهر الماضيين ابتدينا نوصل للأطفال، اتكلمنا معاهم، كان في حلقات نقاشية معاهم على التغيرات المناخية، الطفل والتغيرات المناخية. يعني يمكن كان من أسبوعين خدنا مجموعة من الأطفال رحنا بيهم مجلس النواب علشان يقولوا توصياتهم. من قبلها برضو أو ما زلنا بنعمل على التحديات والمخاطر على وسائل التواصل الاجتماعي، يعني في ثقافات دخيلة هنقبل بيها إلى آخره، ابتدينا نسمع رأي وده مهم قوي. يمكن الفعالية بتاعت امبارح كانت مهمة قوي، إن هي بتأكد على زي ما اسمها بيقول حلمنا حقنا وصوت الطفل. هرجع تاني اكرر كلامي واقول ان انت بتديله فرصه انك تشركيه معاكي في اي ظواهر، في بتزودي روح الانتماء، لانه هيحس ان صوته ده مسموع، صوته ده ليه قيمه، عمله ليه قيمه، فبتزودي انتمائه. ده يمكن هو التحدي اللي احنا شغالين عليه. بس حضرتك يعني وانت بتتكلمي على النقطه دي يا دكتور، هو في المقابل برضو في عامل اخر، وهو عامل الى حد ما معاكس فكره التعرض حتى لثقافات غربيه، فده هيتطلب مننا احنا مجهود اكبر بكتير. وده الحقيقه ما بقول لحضرتك ده التحدي الكبير قوي دلوقتي قدامنا. احنا في شغالين على الموضوع ده، خاصه على التحديات اللي بتبقى على وسائل التواصل الاجتماعي والعولمه والافكار الغريبه وارجع تاني اقول لحضرتك ان القياده السياسيه عامله توجيهات على مشروع اسمه مشروع الطفل المصري،
ومجمعه مجموعه من مع المجلس القومي للطفوله والامومه مع الوزارات المعنيه، اتصالات، تربيه وتعليم، شباب، ثقافه الى اخره، وتخطيط علشان نطلع باستراتيجيه ازاي نقدر من خلال الطفل بتمكين الطفل ان احنا نقدر نواجه هذه الثقافات الاجنبيه. يمكن من المبادرات اللي احنا بنشتغل عليها واللي امبارح كله هو جزء واضح ان في مشكله في الصوت. على اي حال حلمنا حقنا، ده كان العنوان، من طفل لطفل، ده كان الشعار، من الطفل المصري للطفل الفلسطيني. مبادره مهمه جدا عاملها المجلس القومي للطفوله والامومه. بنشكر المداخله اللي تمت مع الدكتوره نيفين عثمان الامين العام للمجلس القومي للطفوله والامومه.